السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، يوم جديد ودرس جديد إن شاء الله. اليوم كتابي في اللغة العربية النشيد، الصفحة رقم 49. إذن نشيد اليوم بعنوان المعلم، لننشد أصدقائي. أحبه لأنه وقور، أنا الذي بعلمه فخور. فكيف أنسى فضله العميم، وكيف أنسى صوته الرخيم. علمني أن أمسك القلم، علمني أن أرسم العلم. كان لي مثل الأب العطوف، بدرسه كنت أنا شغوف. إذن أصدقائي أقرأ للمرة الثانية وننشد جميعا، اتفقنا أصدقائي؟ أحبه لأنه وقور، أنا الذي بعلمه فخور. فكيف أنسى فضله العميم، كيف أنسى صوته الرخيم. علمني أن أمسك القلم، علمني أن أرسم العلم. قد كان لي مثل الأب العطوف، بدرسه كنت أنا شغوف. هنا أصدقائي نأتي على نهاية النشيد ونكتشف الصورة جميعا. نلاحظ في الصورة المعلم داخل القسم مع مجموعة من التلاميذ الذين يحبونه كثيرا. ونذهب إلى المعجم المساعد، نكتشف جميعا. معجمي المساعد وقور، معناها أصدقائي محترم. شخص وقور معناها شخص محترم. عميم معناها كثير، يعني عميم العطاء يعني كثير العطاء. فخور معناها معتز، فخور بشيء ما يعني معتز بشيء ما. شغوف معناها محب، إنسان شغوف بالرياضة معناها شخص يحب الرياضة. أوكي، اتفقنا أصدقائي؟ إذا هناك هذه مجموعة من الصفات التي تنطبق على المعلم. دائما أصدقائي علينا احترام المعلم داخل الفصل، وأن نستمع له جيدا، وأن نفهم جيدا ما يقوله، ونحاول أن نكون ناس أطفال إيجابيين في التصرف ديالنا مع الأساتذة ديالنا ولا مع المعلمين ديالنا. خاصنا نكون معهم، نكن لهم كل احترام. وفي حالة كنا أصدقائي ما فهمنا شي درس، ولا ما استعصى علينا شي حاجة ما فهمناهاش، ما نحشمو شيء من الأستاذ ديالنا ولا من المعلم ديالنا، وتنرفعو الأسبوع ديالنا، وكنطلبو من الأستاذ أنه يشرح لينا شي حاجة حنا إلا ما فهمناهاش. يعني أننا ما نكونوش كنخافوا من الأستاذ، ولكن نكونوا كنحترموا الأستاذ. هنا أصدقائي نجيب شفويا على ثانيا أفهم، ونجيب على الأسئلة المتعلقة بنشيد اليوم. كيف كان صوت المعلم؟ كان صوت المعلم رخيم. معناها رخيم أصدقائي هي صوت رقيق وعذب ولطيف. هكذا شبه الطفل صوت معلمه. ماذا علم المعلم الطفل؟ ماذا علمنا؟ ماذا يعلمنا المعلمون عادة داخل القسم أصدقائي؟ فهم يعلموننا كيف نمسك القلم، ويعلموننا أن نرسم العلم، وأن نعرف الكتابة والقراءة، وأن ننفتح على عالم الكتاب والقراءة لكي نكون من الناس المثقفين. هذا هو الأساس من الدراسة، والأساس من وجود المعلم داخل الفصل أصدقائي. إذا علم المعلم الطفل أن يمسك القلم وأن يرسم العلم. من يشبه معلم الطفل؟ يشبه معلم الطفل الأب العطوف على أطفاله.